بلوران عم نشارك بعملية تشجير لأحد المواقع اللي تعرضت للحرائق خلال الأعوام السابقة. طبعا اليوم شاركنا بزراعة 300-350 غرسة بهذا الموقع. طبعا نحن كفريق رياضة بنتبع الاتحاد الرياضي العام، الاتحاد العربي السوري للرياضة للجميع، اللجنة العليا للمشي والرحالة. اليوم عم نقوم بهذا النشاط كعمل تطوعي لمساهمة بإعادة تشجير المناطق اللي تعرضت للحرائق بالأعوام السابقة. طبعا هو كعمل تطوعي نحن بنشجع كل الفرق وكل المجموعات على أن تقوم فيه، وإن شاء الله ترجع هالجبال كلها خضراء مثل ما كانت وأجمل. ونتشكر كل شي كان معنا اليوم بالنشاط من متطوعين ومن عمال مديرية الزراعة ومهندسينا، نتشكرهم على مجهودهم الكبير معنا للقيام بهذا العمل. وإن شاء الله بالحملات القادمة منتابع بهذا الموقع نفسه لحتى نوصل لنهاية الجبل تحت، ونكون وصلنا للوادي ونكون زرعنا تقريبا 1200 غرسة بالموقع. أما حاليا اليوم فتقريبيا العدد 350، وإن شاء الله بالنشاط القادم يكون العدد أكبر ونشوفكم بخير. شو اشتغلنا اليوم؟ خلي بالك على بلادك على جارك كالعادة فيديو على بلادك. يعطيك العافية جميعا، نشوفكم بالنشاط الجاي تشجير بلوران الثاني في قلبي.